في مصر تظاهرات معارضة أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بأطلان تعيين نائب العام. تقرير من القاهرة للزميل هشام مهران. ما بنتهددش شعار مظاهرات المعارضة والقوى الثورية التي حاصرت مكتب النائب العام وسط اتهامات باستخدام الإخوان المسلمين له كأداة لتصفية خصوماتهم السياسية وللمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الأخير ببطلان تعيينه نائبا عاما. هو يعلم تماما أنه نائبا عاما بوضع اليد وليس بالقانون وليس بالدستور، نائبا عاما نائبا خاصا عن جماعة الإخوان ينكل بالشعب المصري لصالح هذه الجماعة. بالمقابل وصف مرشد الإخوان المسلمين في رسالته الأسبوعية ميادين الثورة بأنها تحولت إلى مأوى لقطاع الطرق، مؤكدا أن جماعته تمثل الثوار الحقيقيين. بعد الانتخابات الرئاسية ونجاح الدكتور محمد مرسي بدأت قوى عديدة في الداخل والخارج تسعى لإفشاله. سياسيا أكد رئيس الوزراء المصري استمراره في منصبه متهما ضجيج الشارع والإعلام بالتغطية على إنجازات حكومته. إن الاستقالة هي أسهل حلول للهرب من المسؤولية الوطنية. مشكلات مصر معقدة وتراكمية. الاحتقان السياسي يتزامن وفق مصادر أمنية مع حالة استياء حاد وسط قيادات المخابرات المصرية جراء تصريحات منقولة عن الرئيس بتشكيل المخابرات جيشا من 300,000 بلطجي، تصريحات لم تنفها الرئاسة واعتبرها خبراء عسكريون خطة ممنهجة من الإخوان لتغيير قيادات الجهاز الأمني بموالي للجماعة. المطلبان العسيران للمعارضة المصرية تكفل بهما القضاء بعد حكمي وقف الانتخابات البرلمانية وبطلان تعيين النائب العام الحالي. ولما كان الرئيس المصري أعلن في أكثر من مناسبة استعداده لتعديل الدستور لم يعد باقيا إذن من مطالب المعارضة سوى تشكيل حكومة ائتلاف وطني. السؤال الآن في الشارع المصري، لماذا لا يفعلها الرئيس وينهي هذه الأزمة السياسية المستحكمة؟ هشام مهران، MTV، القاهرة.